God save the king! God save the king! مع تنصيبه ملكاً جديداً لبريطانيا، ما هي سلطات وصلاحيات الملك تشارلز الثالث؟ يمنح الملك في بريطانيا على عدد من السلطات والصلاحيات، منها دعوة زعيم الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان لتشكيل الحكومة، ويحق له افتتاح دورة البرلمان أو حل البرلمان، كما يعد الحاكم الأعلى لكنيسة إنجلترا وحافظاً لأسرار رئيس الوزراء. ومن سلطات الملك في بريطانيا أيضاً تعيين اللوردات في البرلمان ومنح الأوسمة، كما يمنح الموافقة الملكية على القوانين بجانب صلاحيات ملكية عديدة في حالة حدوث أزمة دستورية.